لما تبقى نفسك في حاجة قوي وعايز تجيبها دلوقتي ومعكش فلوسها، ممكن دماغك تسرح تاخدك بعيد، يعني ممكن تفكر تنصب. باي وان بيج بيراميد تيك وان ميديم فري، ممكن تنجل. انا مسكت ده اليوم، انا اسف. استاذ عماد، ممكن تفكر تخطف مراتك عندنا، تدفع 2 مليون جنيه ترجع لك بالسلامه. ما تدفعش هنرجعها لك نجد. مامي اتخطفت يا اولاد. تسرق؟ ماما انت عرفتيني ازاي؟ حط الحاجه دي في الدولاب وروح شوف قطك اللي ما اتروقتش بقالها 3 ايام. حاضر. او تفايش العوامش والفسوان يعملها معاك. شو عمري راح الملاحة. بس احسن لك تسيبك من الافكار اللي هتوديك في داهية دي وتنزل فاليو. اول ابلكيشن في مصر باسرع واسهل موافقة لبرامج التقسيط، هيخليك تجيب كل اللي انت عايزه. نزل ابلكيشن هتجيلك الموافقة في الحال، فعل حسابك في خطوة واحدة وقسط كل مشترياتك من خلال اكبر شبكة محلات. مع فاليو دلوقتي يعني دلوقتي.